النهاردة كمان هنتكلم عن الريتيرن في فانكشن. ساعات انت بتعمل يا جماعة فانكشن، الفانكشن ده يا جماعة عايز تديله حاجة فبيعمل لك ليها بروسيسنج وبعد كده بيرجعها لك او بيعمل لك ليها ريتيرن، وهو ده يا جماعة هو ده دور الريتيرن في الفانكشن. ولكن تعال لما نشوفها بشكل عملي عشان نفهم مع بعض. مبدئيا عشان اعمل فانكشن بقول له هنا ديف، وببدأ ان انا بسميه وليكن يا جماعة هنا كالك اللي هو كالكوليتر، واكتب هنا يا جماعة قيمتين. القيمتين دول يا جماعة هديلهم قيم رقمية، يبقى ايه يا جماعة ايه هقوله num1 و num2. تمام. ننزل هنا يا جماعة ونتأكد ان انا بكتب الاوامر من بداية هنا، تمام، من بداية الحتة دي. اقول له ايه، انا عايز مثلا يا جماعة اجمع الرقم الاولاني على الرقم التاني، اذا سهلة اقول له num1 زائد num2. خلصت انا كده يا جماعة الاوامر، خلصت خلاص. تعالى بقى لما نخرج من الفانكشن ونبدأ ان احنا نستدعي الفانكشن من خلال اسم الفانكشن ده. هقول له هنا calc وافتح البراكت واقول له مثلا 10 فاصلة مثلا اي حاجة 5، 10 زائد 5. ولكن انا لو عملت دلوقتي run ما فيش اي حاجة هتحصل. ليه؟ لاني ما طبعتش الفانكشن ده. اذا احط الفانكشن ده كله كده في براكتس، واجي هنا يا جماعة قبلها واقول له ايه، واقول له print. ليه؟ لان انا عايز اطبع الفانكشن ده. انا بحط هنا اسم الفانكشن ده او بستدعيه جوه البراكتس بتاعي البرنت. اذا دلوقتي يعمل لي يا جماعة، هيعمل لي طباعة. لكن لو دوست ران برضو يا جماعة مفيش حاجة حصلت. كل اللي حصل يا جماعة ان هو كتب لي هنا نم. ليه يا جماعة كتب لي هنا نم؟ لان هنا انا ما عملتش بروسيسنج للكلام ده. باجي هنا بقى يا جماعة وبعمل ريتيرن. هقول له هنا ريتيرن، وطبعا لازم يا جماعة اعمل هنا السبيس بين دي وبين دي. خلي بالك انا ولا بكتب يساوي ولا بكتب حاجة، يعني هي زي ما هي كده. لو دلوقتي دوست ران هيطبع لي 15، ولو كتبت مثلا 10 زائد اي حاجة في الدنيا زائد 4 مثلا هيقول 14، وهيتم اجراء العملية بشكل سليم. وهو ده يا جماعة دور الريتير. خلي بالك انا قلت لك يا جماعة ان الفانكشن دي انت ممكن تكتب جواها عدة اوامر، ممكن تكتب جواها اوامر كتير جدا. ولكن لو انت كتبت return ما ينفعش انك تكتب اوامر تانية في الفانكشن. الريتيرن ده يا جماعة بيكون اخر سطر عندك. يعني مثلا لو انا هنا جيت يا جماعة وقلت له print، وقلت له يا جماعة اتبع لي اي حاجة في الدنيا، وجيت عشان اعمل run مش هيتبع لي الكلام ده. ليه؟ لان يا جماعة انا كتبته بعد الريتيرن. عارف ان لو جيت وخدت ده مثلا وخدته خط ونزلت هنا كده وحطيته فوق الريتيرن وعملت هنا run هيتبع لي الكلام ده. اذا القاعدة دي لازم تعرفها، الريتيرن ده يا جماعة بيكون اخر سطر عندك في الفانكشن. طبعا يا جماعة زي ما انتوا عارفين ان احنا بنعمل تطبيق عملي على اي حاجة احنا قلناها. الدرس ده يا جماعة احنا نعمل فيه تطبيق عملي على الفانكشن. وخلي بالك احنا بعد ما بنخلص يا جماعة الاساسيات ان شاء الله هيكون في مشاريع. لازم بعد ما بتخلص الاساسيات لازم تتابع دروس المشاريع دي يا جماعة عشان تعرف ازاي بنستخدم الاساسيات. مش معقولة عارف الفانكشن لكن مش عارف استخدمها في ايه. فبعد ما تتابع الاساسيات لازم تتابع المشاريع بتاعة البايثون
اللي هنقدمها وان شاء الله هنزلها على نفس القناة. تعالوا لما نشوف يا جماعة التطبيق العملي ده بيقول ايه. احنا النهاردة عايزين نعمل مثلا حاجة بتحسب لك عمرك بالايام، تدخل فيها مثلا عمرك طول مثلا 25 سنة هيطلع لك انت عشت كام يوم. اوكي هنعمل هنا يا جماعة ديف، ونكتب فيه مثلا، هنكتب فيه برضو كالك دايز مثلا، وهكتب مثلا في الكالك ده ايج، تمام، بحيث ان انا بعد كده هديلها قيمة عمري، قلنا لعمري مثلا 25 30 ايا كان. واعمل هنا يا جماعة كولوم، واعمل هنا اكتب الاوامر بتاعتي ببساطة شديدة. هقول له هنا ايج في 356، بسيطة خالص اهي. ولكن انا طبعا لو عملت دلوقتي استدعاء للفانكشن ده مفيش اي حاجة هتحصل. ليه؟ لاني ما عملتش يا جماعة هنا الريتير، تمام. طيب هل ده كفاية؟ لا طبعا مش كفاية. ليه؟ انا مثلا عايز اكتب نصوص عليها بحيث ان هي تطلع لي بشكل منسق اكتر او منسق اكتر. هقول له هنا ايه؟ هقول له هنا your age in days is، وطبعا يا جماعة بنقفل هنا. طب الكودز دول عشان النص بالنص بالشكل اللي قدامنا ده، او بنعمل طبعا هنا ايه يا جماعة؟ الكونكتونيشن بتاعتنا. اكيد طبعا الناس اللي متابع معايا عارفين ان ما ينفعش ان اجمع رقم او اعمل كونكتونيشن ما بين رقم ونص. اذا ببساطة شديدة قلنا هنجيب الرقم ده يا جماعة ونعمل له براكتس كده، او احط في البراكتس واعمل str. ليه اعمل str؟ لان يا جماعة ما ينفعش اجمع نص على رقم كده، قلتها كتير خلي بالكوا، وهقولها تاني وتالت عشان تكون محفوظة في دماغنا. وعايز بعد ما الرقم يتعمل اكتب هنا يا جماعة كلمة days. لو انت عشت 1000 يوم فيقول لي هنا 1000 days، تمام. اقدر اعملها ازاي؟ اعمل concatenation واعمل هنا كلمة days، بسيطة خالص بسيطة خالص. تعالى بقى نرجع تاني ونطلع بره الفانكشن ونبدأ ان احنا نستدعي الفانكشن دي. ولكن طبعا يا جماعة هستدعيها في البرنت، تمام، لان انا ما عنديش اي امر طباعة، فلازم استدعي الفانكشن دي جوه البرنت. فبقول له ايه ده يا جماعة؟ هونو calc days، وطبعا يا جماعة بفتح هنا البراكتس وبكتب عمري على طول. انا مثلا عمري مثلا 25 مثلا، فبعمل هنا run، فبيقول لي هنا ايه؟ your age in days is 9125 days. الله 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 الله، انا اللي يهمني يا جماعة في كل دي هي الحتة دي، تمام. طبعا ده يا جماعة عمرك بالايام. طب انا عايز احسب عمري مثلا بالساعات يا عم، اجي هنا واغير دي واقول له مثلا hours او hours، او ممكن تكون انتوا فاهمينها طبعا. لسه يا جماعة لو مصحصح شوية فاهمينها. ها هنا برضو هكتب hours، وبرضو نخلي دي برضو hours، ونعمل هنا يا جماعة ايه بقى؟ الموضوع حسب إرادية مش اكتر يا جماعة. انا قلت له هنا الايدج اللي انا كاتبه لك اضربي في 365، لا خلاص انا اضربه لك يا جماعة كمان في 24 ساعة. يعني مش انت طلعت هنا ايام، خلاص اضرب لي ال 365 دول في 24 ساعة، واعمل دلوقتي ران. وطبعا يا جماعة طبعا لازم لما استدعيها استدعيها صح، لازم استدعيها بالشكل ده. اعمل دي كوبي مثلا واحطها هنا كده عشان يبقى الاستدعاء صحيح، وادوس هنا ران. هيقول لي شوف انت عشت بقى الحبة الحلوين دول. طبعا يا جماعة انا عشت 30 سنة مش 25، ها بعمل اهو ران، فبيطبع له رقم مختلف. طب انا عشت مثلا 10 سنين، بعمل ران بيطبع لي رقم مختلف. طيب
انا دلوقتي يا جماعة اللي بكتب الرقم، طب انا عايز المستخدم هو اللي يكتبه، اعمل الكلام ده ازاي؟ ببساطة شديدة يا جماعة هقول له هنا input. خلي بالك انا بكتب فين، شفت انا بكتب فين؟ انا الاول كنت بكتب جوه البرنت، وبكتب جواه هنا اسم او بستدعي الفانكشن، او بكتب جواها input وبفتح لها البراكتس. شايف انا بكتب حاجة جوه حاجة جوه حاجة، الموضوع سهل على فكرة بس انت تركز معايا. وبقول له هنا يا جماعة enter your age، تمام، وبعمل هنا يا جماعة run، فبيجي لي هنا حاجة اسمها enter your age، فبقول له هنا مثلا 24 وبدوس هنا انتر، هيطلع لي الرقم الخزعبلي ده يا جماعة اللي هو 20 24 24، الرقم ده كده كله. حد يعرف الرقم ده طلع ليه؟ كنت قلت لكم قبل كده يا جماعة في درس الانبوت ان القيم اللي بتطلع من الانبوت دي دايما بتكون قيم سترينج. اقول الله، طب ما انت اصلا مديلي هنا سترينج. اقول لك لا، انا تتلاها سترينج بعد ما عملت العملية الحسابية. يعني ايه؟ يعني انا يا جماعة في الشكل اللي قدامك ده يا جماعة قبل الانبوت، انا خلاص عملت العملية الحسابية والناتج اللي هيطلع هيتحول لسترينج. لكن انا يا جماعة بالانبوت ده مش بعمل كده، انا بالانبوت يا جماعة كل اللي جوه ده بيكون سترينج. وصلت الفكرة؟ لا، انا بقى مش عايز ده يحصل. يبقى يا جماعة خلي الانبوت ده كده كله، شايف الانبوت ده كده كله بالبراكتس بتاعته دي، هو براكتس تانية. والبراكتس دي يا جماعة ها كده، والبراكتس دي يا جماعة هاجي قبلها كده واقول انت. يعني ايه بقى؟ يعني انا اقول له لما تعمل input واحنا لسه جوه هنا، تمام، الانبوت ده يبقى كل ده يا جماعة عبارة عن integer، ولما بيتبع بيتحول الى string. وصلت؟ تمام. انا لما بديله 25 سنة او 24 سنة بيبدأ ان هو يجري عملية حسابية، وهو ايه؟ وهو integer. وبعد ما بيطلع القيمة بيكون سترينج. تعال بقى لما نعمل run هنلاقي يا جماعة بيقول لك ايه. تعال كده لما ندخل السن بتاعي هقول له مثلا انا عندي 27 سنة، بدوس هنا انتر بيطلع لي على طول بدون اي مشاكل. تعال نعملها تاني، انا عندي هنا يا جماعة 25 سنة، بيقول لي هنا ايه 219 الف ساعة، تمام. دلوقتي يا جماعة هنتكلم على حاجة جميلة جدا يا جماعة في لغة البايثون، وتقريبا موجودة في كل لغات البرمجة، وهي الاف. الاف يا جماعة تعني بالترجمة بتاعتها لو. دي أداة شرطية يا جماعة بنستخدمها لما بقول له ايه، لو الشرط اللي انا هكتبه ده تحقق تنفذ للأوامر دي، تمام. يبقى لو الشرط ما تحققش خلاص نفذ لي الاوامر التالية اللي انا هكتبها لك في حالة ان الشرط ده ما تحققش. هي دي يا جماعة بكل بساطة الاف. فما تيجي دلوقتي نكتبها يا جماعة مع بعض ونشوف بتتعمل ازاي. مبدئيا كده يا جماعة انا هعمل الشرط عندي على هيئة ريبول عادي خالص. اقول مثلا ايجيبشن، واقول له هنا true. عشان تكتب اف عندك يا جماعة هنا بتقول اف عادي خالص. هقول له مثلا على سبيل المثال Egyptian equal true. ايه اللي انا كتبته ده بقى؟ equal دي يعني هل الكلام ده حقيقي؟ هل ايجيبشن دي تساوي ترو؟ خلي بالك انا مش شرط تكون ترو،
ممكن دي مثلا تكون مثلا اكس، ودي مثلا تكون مثلا اي حاجة، ممكن تكون 14. فانا اقول له هل اكس بتساوي 14؟ انا بس بقول لك الاف دي عبارة عن شرط، انا بقول له لو الشرط ده تحقق. هنشوف الاوامر يا جماعة، احنا هنكتبها دلوقتي ما تستعجلوش. تعالى بقى لما نرجع الكلام اللي فات ده، دي يا جماعة طريقة كتابة للترو. خلي بالك الترو يا جماعة ممكن تكتبها بطريقة سهلة جدا، لأن البايثون بتوفر لك حاجة جميلة جدا. لو اللي فوق دي ترو، دي هنا وتعمل الكولمز دي هنا على طول. يعني أنا بقول يا جماعة الإف دي، هل الإيجيبشن دي تساوي ترو بالكولم دي كده على طول؟ طب لو دي فولز، وانا عايز اقول له لو الايجيبشن دي ازاي، خلاص هقول له هنا يا جماعة اف نوت ايجيبشن، او ممكن اكتبها بالطريقة دي يا جماعة اللي قلت لك عليها من شوية، ان اقول له ايه ايجيبشن ايكوال فولز. طيب انا ليه يا جماعة، انا لو كتبت ايكوال واحدة بس انا كده ما بسألش، انا كده يا جماعة بقول له هل تصحيح. شايف الاتنين يا جماعة مع بعض، هل تصحيح؟ لكن انا هنا يا جماعة مش بديله قيمة، انت عارف انا لو اقول له مثلا يساوي، يبقى انا يا جماعة بقول له هنا ايجيبشن قيمتها فولز، كأني يا جماعة بعمل فيربوس كده فوق واقول له قيمتها فولز. انا يا جماعة مش عايز كده، انا عايز اسأل هل ده حقيقي. تعالى بقى لما نرجع، ونرجع دي كمان اهو، وناخد دي كده كوبي ونحطها هنا، دي فولس يا جماعة ودي ترو. طيب لو الايجيبشن دي يا جماعة فعلا ترو، ايه اللي هيحصل بقى؟ طبعا يا جماعة احنا هنا بنعمل الكولم دي وبندوس انتر وبنكتب من اول هنا. خلي بالك انت بتسيب الحته دي فاضيه زيها زي الفانكشن، وبكتب يا جماعه الامر اللي انا عايزه. انا ممكن اكتب امر، ممكن اكتب عده اوامر، بعمل اللي انا عايزه. ممكن مثلا يا جماعه اقول له ايه، اقول له هنا print، واطبع هنا مثلا واقول له I am Egyptian. تمام، لو الامر ده اتحقق يا جماعه خلاص اطبع لي الرساله دي. تعالى لما نشوف يا جماعه مع بعض، لما نعمل run قال لي هنا I am Egyptian. طب افرض يا جماعه اللي فوق دي يا جماعه كانت false، ما كانتش true، لو عملت run يا جماعه مش هيطبع لك اي حاجه، نرجعها true بقى. وتعالوا نشوف، انا لو قلت لكم كمان من شويه دي كده معناها true. تعالى بقى لما نشوف run هيحصل ايه، هيطبعها لي بدون اي مشاكل. طب لو دي فولس وعملت يا جماعة هنا ران، مش هيطبع لي اي حاجة. ولكن انا لو جيت هنا وقلت له نوت وعملت هنا ران، طبعها لي اللي هو نوت ايجيبشن، اللي هي بمعنى اوضح ايجيبشن تساوي فولس. وصلت؟ طيب انا بقى عايز هنا يا جماعة اعمل حالتين، عايز اقول له لو هي ترو اتبع لي دي، ولو كانت مش ترو اعمل لي امر تاني. اعمل الكلام ده ازاي؟ اجي هنا عند مستوى الاف، باجي هنا كده من اول السطر واقول له إلز. إلز دي يا جماعة في حالة عدم تحقق الشرط اللي فوق ده، او لو في عدة شروط. انا هوضح لك دلوقتي ان انت ممكن تكتب عدة شروط تانية في حالة ان الشروط اللي فوق دي ما تحققتش. تمام، اعمل الامر ده، قول لي مثلا print I am not Egyptian، وحط لي دول طبعا يا جماعة في double quotes. تمام اوكي، تعالى بقى كده نعمل كده run،
قال لي انت اي ام ايجيبشن. لو جيت هنا لو قلت له فولس ونعمل هنا ران، قال لي اي ام نوت ايجيبشن. تعالى ايه، تعالى بقى لما ناخد يعني ايه حاجه عملي مع بعض او مثال عملي مع بعض. هقول له مثلا هنا ايميل، خلي بالك المثال ده مهم جدا ليك. قول له ايه ايميل، وقول له هنا مثلا يساوي مثلا جيميل دوت كوم. تمام تمام واقول له هنا باسورد، واقول له يساوي 1 2 3 4. اقول له ايه بقى يا جماعة، اقول له انا عايز اعمل الاف على الكلام اللي فوق ده، بحيث ان المستخدم يا جماعة لما يدخل ده بشكل صحيح يبقى يعمل له امر معين، ولو دخله بشكل خاطئ امر تاني. اقول له هنا يا جماعة اف، نركز اف ايميل ايكوال ايكوال، يعني كده ناخدها كده كده كلها كوبي، تساوي الامر ده. طب انا عايز اقول له يا جماعه لو هي بتساوي الامر ده وكمان تساوي الامر ده، اعمل دي ازاي؟ ببساطه شديده يا جماعه اقول له هنا اند، واخد دي كده كوبي واحطها هنا كده يا جماعه، وازود دي يا جماعه، ازود دي ايكوال تانية لازم، عشان انا هنا يا جماعة بسأل هل دي فعلا صحيحة. وبعمل هنا كولوم وبنزل علشان اكتب الاوامر عندي، ولازم يكون ايه الاوامر هنا. خلي بالك في حاجة تانية اسمها اور، الفرق يا جماعة ما بين انت واور ان انت يا جماعة لازم الشرطين يتحققوا، لكن اور اللي بالشكل ده يا جماعة قدامكو يكفي ان شرط واحد بس هو اللي اتحقق. يعني ايه؟ يعني انا هنا بقوله لو ده اتحقق او ده اتحقق تنفذ لي الاوامر اللي انا اكتبها لك دي هنا، لكن فانت لازم لازم الاتنين مع بعض يتحقق. تمام؟ تعالوا بقى يا جماعة لما نشوف لو الاتنين طلعوا صح، اقول له خلاص اتبع لي هنا امر print welcome. عايز بقى يا جماعة امر تاني في حالة المستخدم دخل ده صح ولكن دخل الباسورد غلط، كتب واحد فيهم صح وواحد غلط. تعال بقى لما ناخد تيك كوبي، طبعا يا جماعة لازم نكتب الامر على مستوى الاف، ما ده شرط تاني. انا هنا يا جماعة مش هقول له بقى else، انا هنا يا جماعة هقول له ايه الاف. خلي بالك اهي الاف ده معناه ان شرط تاني. انا هنا بقول له لو الشرط اللي فوق ده تحقق في حاله ان هو دخل الايميل والباسورد بشكل صحيح اطبع لي ده، وعندك شرط تاني الاف لو هو دخل الايميل بشكل صحيح ودخل الباسورد بشكل خاطئ. عايز اقول له ايه بقى يا جماعه؟ مش عايز اقول له بقى قال يساوي، عايز اقول له يا جماعة not equal، يعني not equal دي يا جماعة يعني لا يساوي، تعمل له علامة تعجب دي وتقول له يساوي. دي معناها ان اي حاجة هيكتبها بخلاف 1 2 3 4 لو كاتب اي حاجة تانية غير دي يتبع لي يا جماعة الامر ده، يقول لي مثلا invalid password. يعني هنا يا جماعة بقول له لو انت كتبت الايميل بشكل صحيح وكتبت الباسورد بشكل خاطئ اتبع لي الامر ده. تعالوا كمان لما نعمل شرط تاني، الشرط ده يا جماعة فيكون في حالة ايه اعكس بقى، لازم ناخد بالنا بقى ان احنا بنعملها من عند المستوى الاف، الاوامر يا جماعة بتكون هنا، لكن الاف نفسها او الشرط الجديد يبتدي من اول السطر. هقول يا جماعة في حالة ان انت كتبت الباسورد بشكل صحيح ولكن الايميل هو اللي بشكل، طبعا يا جماعة بقول له هنا not equal خلاص invalid email، سهلة اهي. عايز اجيله في الاخر يا جماعة واحط شرط جديد في حالة لو انت كتبت الاتنين غلط،
مش شرط على فكرة ان انا اعملها، ممكن اكتب هنا او اجي هنا واقول له ايه else على طول. ليه else؟ لان خلاص دي الحالة الوحيدة المتبقية، مش لازم خلاص اكتبها. ليه؟ لان انا هنا يا جماعة في حالة عدم تحقق اي شرط من اللي انت كاتبه ده، خلاص هتجيلي هنا وتطبع لي الامر ده اللي هو print، اللي هو هيكون يا جماعة الاتنين غلط، هيكون كاتب الايميل والباسورد غلط. قال له خلاص اطبع لي دي، ها قول برضه invalid email and password and incorrect، عادي هي هي. تمام تمام تعالى بقى لما نشوف الكلام ده مع بعض. هنيجي هنا ونعمل run، هيقول لي هنا ايه؟ هيقول لي هنا welcome. ليه welcome؟ لان اول شرط اتحقق، دي فعلا صح ودي صح. طب تعالى بقى لما نخلي دي غلط، نخلي الباسورد غلط، ونيجي هنا يا جماعة run، قال لي هنا invalid password. طب تعالى لما نخلي الباسورد معمول بشكل صحيح ونغير اي حاجة هنا بس في الايميل، ونعمل هنا run، قال له هو invalid email. طب ما تيجي نخلي الاتنين غلط، دي فعلا غلط ودي كمان غلط، حط هنا اي حاجة ونعمل هنا run، قال لي ايه؟ قال invalid email and password. طبعا يا جماعة لما بنعملهم كلهم صح ونعمل، يقول لي يا جماعة، يقول لي welcome. اذا يا جماعة شايفين الاف مفيدة ازاي؟ طبعا يا جماعة انت تعودتوا معايا لحد دلوقتي ان اي حاجة بنتكلم عنها لازم يا جماعة نعمل لها تطبيق عملي. طبعا يا جماعة ده بخلاف المشاريع اللي هنعملها يا جماعة مع بعض بعد ما نخلص الأساسيات، ولكن يا جماعة حتى واحنا في الأساسيات نعمل تطبيق عملي على كل حاجة احنا بناخدها. والنهاردة يا جماعة هنعمل تطبيق عملي على الاف، عشان اللي ما فهمش معانا الحلقة بتاعت الاف نفهم دلوقتي يا جماعة ان شاء الله كل حاجة بأمر الله. دلوقتي يا جماعة نعمل حاجة زي النتيجة كده، نتيجتك في الثانوية العامة او في الجامعة او في اي إن كان. هنقول له مثلا يا جماعة عندنا احمد ده يا جماعة طالب في الجامعة، تمام؟ والطالب ده يا جماعة مثلا على سبيل المثال 89، دي الدرجة بتاعته. فانا عايز اقول يا جماعة اف لو احمد ده، بص بقى ركز بقى معايا بقى، جاب نتيجة أكبر من أو يساوي يبقى 90. أنا هنا قلت له شرط، الشرط ده بيقول إيه؟ لو أحمد حصل على نتيجة أكبر من أو يساوي، دي علامة الأكبر من خلي بالكم، ودي علامة الأصغر من، يبقى تطبع لي الكلام ده. أقول له هنا خلي بالك أنا بطبع هنا فين؟ لازم اسيب المسافة دي. باجي هنا بقول له print واطبع لي مثلا كلمة slant، تمام؟ لو ممتاز، لو هو حصل على اي نتيجة فوق 90، تمام. عايز اعمل حالة تانية، اقول مثلا الاف، لازم الاف تكون على مستوى الاف نفسها. باجي هنا وبعمل LF، لو هو حصل على 80 يعني أو يعني هي أكبر من 80 أو يساوي 80، ده معناه إيه؟ من 80 لحد 90، سوري لحد 89، إن لو حصل على 90 هيجيب اللي هو الشرط اللي فوق اللي هو الإكسلنت. وصلت؟ تمام. لو حصل ده أقول له إيه؟ أقول له هنا very good، تمام. تعالى بقى نعمل كده امر تاني، نقول له فيه ها لو احمد حصل على 70 او فوق 70 يعني من 70 لحد 79، قول له good. امر بقى تاني، قول له لو حصل على 50 فما فوق،
يعني من 50 لحد 69 هقول له هنا ايه بقى؟ هتقول هنا ساكس فور سكسسفول. طيب يعني لو ما حصلش الاقي حاجة من دول، يعني عايز انا اقول له إلس يا جماعة، إلس يعني اي حاجة بخلاف الـ50 فيما اللي فوق يعني هتكون كام؟ يعني هتكون مثلا اقل من 50، يعني مش هيكون ناجح بمعنى اوضح. هقول له هنا إلس، إلس دي يا جماعة معناها ان اي حاجة تحت الكلام ده كله، يعني تمام الشروط اللي فوق دي ما اتحققتش، يبقى خلاص ساعتها هتعمل لي الشرط ده وهو print، واقول له فيه يا جماعة مثلا not successful. تعالى بقى لما نشوف احمد يا جماعة هيتصنف فين. هنعمل اهو run، قال لي very good. ليه very good يا جماعة؟ لان هو يا جماعة هنا من 80 لحد فوق، ليه كام؟ ليه دي. طب لو جيت قلت له دي مثلا انت حصلت على 91، هدوس هنا، هدوس هنا فين؟ هقول له هنا اكسلنت اللي فوق. طب لو قلت له 90 نفسها هيقول لي اكسلنت. ليه؟ لان انا يا جماعه قلت له اكبر من او يساوي. طب لو جيت انا قلت له هنا مثلا 50 وعملت ران، هيقول لي هنا ايه بقى؟ ايه successful اللي هي فين؟ اللي هي دي الشرط ده 50 فيما فوق. لو جيت مثلا يا جماعة لو قلت له اقل من 50، لو قلت له 49 هيقول لي not successful، يعني غير ناجح. طبعا اي حاجة تكتبها اقل من 50 لو كتبت له 1 هيقول لي برضو ايه؟ غير ناجح.